نذكروا فريد على قناه انفاس بريس كما العاده، وكل اعاده فيها افاده. حنا مازال في العاصمه ودرنا النيه وجينا الرباط، ولكن اليوم تم تاجيل يعني استقبال المنتخب الوطني الى غدا الثلاثاء. ولكن ما فيها باس سولنا المواطنين الرباطيين كيفاش غيستقبلوا المنتخب الوطني المغربي. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش اجيو معايا. الرباط مرحبا بنا عندكم. مرحبا بك. قول لي اخويا كيفاش غتستقبل المنتخب الوطني المغربي على هذا الانجاز التاريخي؟ صراحة تقال والله ما قدرناش نشوفوا في هذوك الناس كاع، زعما الفرحة اللي غتكون غدا إن شاء الله اللي دازوا من حدانا هنا، ماشي غنرميو عليهم الورد ولا غنرميو عليهم هذاك كأس العالم كاع. كأس العالم ترميه عليهم؟ خديتيه جبتيه؟ جبناه والله إلا جبناه بالله. لعبنا كورة يعني مزيان ولعبوه مساكن، لعبوه تكرفصوا، كان شوية ديال الدق عليهم والعياء، والحمد لله تكلاصوا هما الرابعة يعني في مستوى جيد يعني. كاع المنتخبات المزيانين كلهم مشاو وما بقاو تلا. داروا النية وبقاو. داروا النية وباتوا مع الحية. تحياتي. لا لا من قنيطرة. من قنيطرة جيت حتى تستقبل المنتخب. تماما. ولكن اليوم تم التأجيل غدا إن شاء الله. إن شاء الله كاين يوم كي غدا حنا تنتينو. بحال بحال نديروا النية. نديروا النية ما قال الركراكي. نديروا النية. نديروا النية بالنية ورضا الوالدين راه إن شاء الله حتى ديك الرتبة الرابعة راه مشرفة. يعني أنا فرحان بزاف. باش نستقبلوهم بالورود وبالحلويات اللي اقتضى الحال، وراه المغرب ديالنا راه كنبغيوه كاملين، حتى واحد ما كيكره المغرب، وعاش الملك والصحراء المغربيه. جينا من ابو ظبي باش تستقبلوا المغرب في المطار ديال الرباط سلا. انا فاخره من دولتي وشنو داروا في المونديال، والمنتخب ما شاء الله داروا جهدهم، وانا جيت من ابو ظبي جيت ليهم نستقبلهم. شكرا للمنتخب المغربي وشكرا للمغرب و وي ار سو براود. واخا ما فهمتش ثانك يو. سو براود يعني مفتخرين بهم في الكورس، مفتخرين ببلادنا ومفتخرين بالمنتخب، داروا اللي في جهدهم والدراري لعبوا كلهم لعبوا كيفاش نقولوا بحال حمرونا وجهنا. الرباط منين؟ تاونات. مرحبا الناس ديال تاونات. الله يبارك فيك. الله يحفظك. جاي باش تستقبل المنتخب الوطني المغربي؟ ان شاء الله. انا جيت هنا زياره ان شاء الله ونكتشفوا البلاد، وجيت في نفس الوقت نشوف المنتخب ان شاء الله ونستقبله. هادشي المطار وتستقبله ان شاء الله الا كتب ان شاء الله ضروري. كيفاش جاك المنتخب في المونديال؟ منتخب شادي نقول لك شرفنا وشرف العرب والمسلمين هذا المستوى اللي قدم. نطلب الله ارضات الشعب وسيدنا معاهم، الله يحفظهم، فرحونا، عزوا الرايه المغربيه، الله يحفظهم كبار وصغار. طلبنا الله غاتنا بالمطار، هما أسود، شي يلعب الكرة شي في الحدود. الله ينصر سيدنا الصحراء المغربية ليكولية، الله ينصر الأسرة العلوية، الله والنبي والقرآن معنا، نمشي ونجيو في طريق السلامة. غدا إن شاء الله غتمشي للمطار، غتستقبلهم إن شاء الله. ما مشيتش للقطار وغادي نمشي للمطار.